السعودية تدخل على خط أزمة الأردن. في الشهر الأول من هذا العام كان الملك الأردني عبد الله الثاني مدركا أن بلاده تتعرض وستتعرض لضغوط اقتصادية بسبب موقفها من القدس وصفقة القرن. امشوا معنا على موضوع القدس ونحن بنخفف عليكم. في مشاكل كثير، في ضغط على الكنائس من الحكومة الإسرائيلية يوميا، قد ما في ضغط علينا وبيشتكوا باستمرار، وإذا نحن بدنا ننجح لازم نتعاون مع أوروبا وباقي العالم ونقوي المفهوم والقوة بيننا وبين العالم المسيحي إذا نحن بدنا ننجح. ما هي إلا أشهر قليلة حتى بدأ الأردن يدفع الأثمان عن سلوكيات سياسية لا تتوافق والمعايير الأمريكية الإسرائيلية، فملك الأردن فاجأ كثيرين عندما صافح الرئيس الإيراني حسن روحاني في أثناء قمة منظمة التعاون الإسلامي في اسطنبول التركية. وفي أثناء زيارته السعودية في كانون الأول الماضي لم يستطع الملك عبد الله الثاني المسؤولين في المملكة عن خططهم الخاصة بفلسطين. وفي عام 2017 زار الولايات المتحدة 4 مرات حتى لا تنتهي الولاية الهاشمية على القدس، لكنه أخفق. فضلا عن ذلك أوقفت السلطات السعودية الجديدة أكثر من 250 مليون دولار من المساعدات التي وعدت بها. خرجت التظاهرات التي برزت من وجع الناس وتنامي الفساد والبطالة، وجرى تطويق الأردن اقتصاديا وشعبيا، وعمت المدن عقب إعلان الحكومة رفع أسعار المحروقات ورفضها سحب قانون ضريبة الدخل. أقيلت حكومة هاني الملقي وكلف وزير التربية عمر الرزاز تأليف حكومة أخرى. واستمرت الأزمة التي دخلت على خطها اليوم المملكة العربية السعودية بدعوة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى عقد اجتماع رباعي أحد في مكة المكرمة يضم إلى المملكة الإمارات والكويت والأردن، وذلك لبحث سبل خروج عمان من أزمتها الاقتصادية. وأصدر الديوان الملكي السعودي بيانا أعلن فيه أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز اتصل بالملك الأردني عبد الله الثاني وأمير الكويت صباح الأحمد الصباح وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأنه جرى الاتفاق على عقد اجتماع يضم الدول الأربعة في مكة غدا الأحد لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.